السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في القناة ديالي ومرحبا بي عندكم. كنرحب بالناس الجدد والناس القدام، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد السوسيت بواحد الطريقة غزالة وسريع وبنين، اكيد بنين، شي حاجة زوينة وما فيش بزاف ديال المكونات. خليكم مع المقادير. غادي نحتاجو صوصات، هذا ديال اللحم نصف كيلو، بصل مقطع شرائح طويل بحال هكا رقيق وطويل، فلفل مقطع طاوة طويل على حسب كل واحد اش متوفر عنده. انا درت حمام اصفر، حبة حمراء حبة صفراء، نصف كأس ديال الماء، زيت الزيتون، جوج فصوص ديال الثوم غادي نحكوهم، وفي التوابل ملح وفلفل احمر حلو وابزار والكمون. والمكون اللي كنضيف بزاف لهاد الصوصات وكيجي بنين بنين بزاف اكيد، وان شاء الله هتجربوه وغادي تشوفوا هتذوقوا وغادي تلاحظوا الفرق، هي القرفه. كندير شويه ديال القرفه، هادو هما المكونات، دغيا كيوجد وسهل، وكنتمنى منكم تجربوه. وقبل ما نبداو في الوصفه كنتمنى منكم تشاركوا الفيديوهات ديالي مع الاصدقاء ديالكم وتدعموني، وكنشكركم بزاف 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 على لي كومونتير وعلى اللي كيخليو ليا لايك، كنشكركم بزاف وكنتمنى منكم تزيدوا تدعموني. وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع الوصفه. درنا المقلاه السخن، غادي نضيفو زيت الزيتون، شوية زيت الزيتون، ونضيفو شوية زيت الزيت هنايا، غادي نضيفو البصل، وغادي نخليوه يتقلى حتى يهبط. غادي نخليوه يتقلى حتى يهبط لينا، عاد غادا نضيفو الفلافل، غنحكو التومة، من بعد ما هبطت لينا البصلة حتى هي مخليوها حتى تهبط لينا، عاد نضيفو التوابل، غنغطيها نخليها حتى تهبط. البصلة فاش هبطت لنا البصلة غادي نضيفو التوابل، نخليهم يتقلاو مع التوابل شوي، عاد نضيفو كاس الماء. دابا غادي نضيف كاس الماء، صافي، وغادي نخليه حتى تيعقد لينا داك الماء شويه، عاد نضيفو صوصيص، انا غادي نخليها واحد شويه نضيف الصوص كما كتشوفوا معنا، خليناها شوفوا كيولا القوام ديالها، تريحتو بنينه. مازال ما ضفناش الصوصيط وريحه بنينه، ما بالو كلا ضفنا الصوصيط كي غادي تكون ريحته. غادي نضيفو الصوصيط اللي قطعناه، فرقناه على بعضياته ماشي قطعناه، ما غاديش نتقبوه دابا، دابا غير غادي نخليوه نحطوه صافي، وغادي نخليوه واحد شويه ونقلبو عليه، نبداو نقلبوه مع هاد الفلفل والبصله
شويه عاد غادي نثقبوه، ماشي في هذه المرحله حتى واحد شويه تيتشحى مع هذا مزيان ويبان لك تنفخ. ديك الساعات خاصنا نثقب، من بعد ما تقلى شويه معاهم دابا عادي غادي نقلبوه مع الفلفله والبصله. صافي دابا عاد كيما كتشوفوا معنا راه تنفخ، دابا عاد غادي نثقبوه باش يطلق هذاك المذاق ديالو دي. تقبوه بموس، راس موس ماضي، ولا تقبوه بكيردون، ولا هكا غادي نتقبوه بالموس من كلتا الجهتين. شكي كيطلق ديك الزيوت اللي فيه القوام اللي فيه، عرفتي كيجي بنين بزاف. وجبة سريعة للغداء للعشاء. صافي وغادي تخليه واحد شوية، ماشي بزاف، واحد شوية، واحد 10 دقائق ولا 5 دقائق تحيدوه. ها هو الطبق ديالنا واجد، وبالصحة والراحة، وكنتمنى يعجبكم، وفرص فخرة إن شاء الله تخليكم تشوفوه إن شاء الله في الطبق القديم.